بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس وضعية مريحة يفضل في استقامة العمود الفقري على كرسي أو على الأرض وضع وسادي تحت عظم الحوض. رخي الجسم، نفس بهدوء انتظام، إيقاع منضبط. الشهير ناخذ القوة والطاقة والنور، نشط الخلايا بالزفير، عم نأكد على الاسترخاء. نتصور وجود حقل بشكل بيضوي حوالينا على بعد 20 سنتيمتر منا، وكأنه عايشين نحن بحيز بشكل بيضوي عم نتنفس فيه. شهير وزفير، نحن بالشهيق والزفير عم نشعر بحركة حياة بداخل منطقة القلب. القلب الطاقي من خلال هذا الشهيق والزفير ضمن البيضة المحيطة بنا بدأ يتحرك كائن حي بداخلنا. عم يكبر فينا، عم يكبر أكثر. نحن عم نراقب الشهيق والزفير. الشهيق في كائن واعي مراقب عم بيغذي الكائن الحي بداخلنا. مع الشهيق والزفير عم بصير في حرارة عم بتحافظ على وجود هذا الكائن الحي بداخلنا بحرارة كافية. نحن مطيعين لنظام الكون. الشهيق والزفير عم نقلد أنفاس الإله بالتمدد الكوني من خلال الزفير، وبالشهيق إعادة الأكوان للداخل. نفس الشيء نحن بالشهيق عم نغذي الكائن الحي، عم نرجع لداخلنا بالزفير. عم بصير في استرخاء إلنا وعم نشعر بحياة بداخلنا عم بتحل عوضا عنا. بنمدد الفكر اللي ماخذ شكل بيضة ليتوسع اكثر.
بصير ضمن المكان اللي نحن فيه أوسع مع الشهيد. عم ننشط شعورنا بالكائن الحي اللي بداخلنا، كائن من نور، حياة عم تتمدد بداخلنا بالزفير. عم نسترخي نحن ككائن أب بهذا النور اللي بداخلنا. عم نسترخي ويمتد الفكر أكثر، عم يتوسع أكثر، عم بيلامس فكرنا قبة السماء ويتمدد مع كل السماء. نتصورها بشكل بيضوي بالأعلى قبة، يقابلها أيضا بالأسفل قبة. نحن صرنا بوسع السماء والكائن الحي اللي بداخلنا هو الأرض صار، والشمس والقمر والمجرة والعنقود المجري والأكوان. نحن بفضاء بيضوي، صرنا نحن والعقل الكلي بفضاء واحد، بداخلنا كائن حي عم بيشكل مجرة. فكرنا واسع واسع، لحتى صار بيضة كونية مركزها في كل مكان، بكل كون، بكل مجرة، بكل أرض، بكل شمس، ومحيطها في لا مكان. صرنا متناغمين مع أنفاس الإله، الشهيق عم ننشط خلايانا اللي صارت على شكل مجرات وعوالم وبالزفير. عم نتمدد بذاتنا لنصير باللامكان. الشهيق عم نغذي كل العوالم بداخلنا، وبالزفير عم نتمدد لنصير خارج حدود المكان. الآن ندرك معنى أننا أبناء بررة لأبن بار، أبناء نور للأب النور، أبناء عاقلين للأب العاقل لكل الوجود. الآن ندرك تناغما معنى أن تعود النفس إلى ربها راضية مرضية. فالنفس جدوة حياة بداخلنا على شكل بذرة بيضة فيها
معلومات العقل. عندما نتشبه بالأب العقل، بالأب النور، من خلال قوة موجودة برأسنا، هذا الرأس الذي يأخذ بقدر دقيق الشكل الكري، شكل القبة، الشكل البيضوي، ليتناغم مع وجود الكون الشامل بشكله البيضوي بدون اتجاه ولا قاعدة ولا سطح ولا يمين ولا يسار، فهو شامل بمعلومة روحية، هو جدوة من قوة إلهية، فهو المبدع الأول من المبدع جل وعلا، فهو المخلوق الخالق لما يلي من أكوان، كما نحن الآن، نحن الآن مخلوقون بقدر، فينا كل المعلومات كامنة، وبداخل كل منا بيضة كونية، جدوى روحية على شكل النفس. إن تغذت بنظرة الشاهد من عقل واسع بفكر متسع، فإن حرارة الطاعة تعيد سيرتها الأولى، حرارة الطاعة من خلال تغذية الصعود والهبوط، الشهيق والزفير، أنفاس الإله، تولد حرارة لينمو الكائن الحي بداخلنا. فقد كانت النفس قابعة ببوتقة برودة الجهل، غير مدركة أنها بأسر الزمان والمكان، حتى إذا ما غذيت بأنفاس الإله تحركت بلقاح الكاف والنون بنون القلم وما يسطرون، معلومات من الشهادة للذات التي لا تغيب بنظرة الشاهد من أعلى، توجهت مكنوناتها الذاتية لتسمو وتتمدد وتتمدد. وتتمدد حتى تنفلق قشرتها الصلبة، فتعي أنها مسقطة من لقاح الكاف والنون، فتعي أنها جذوة روحية قد عاشت بشكل بشري فيه بذرة نفسية، إن غذيت بحرارة الطاعة للمبادئ والقوانين الكونية فإنها ستخرج لعالم النور. طالما عاشت ببرودة الجهل وقسوة المعاندة وصلابة الطبع والاستكبار، معتقدة
بذاتها أنها منفصلة عن حق للوعي الصافي، عن معلومات العقل الأرفع، تعيش بزمان ومكان وبعالم من طبقات عوالم خلق الإله الواسع. تعيد قصة معلوماتها الأنانية من خلال حرارة ذاتية تخصها بالمعصية، ولكنها بأسر الزمان والمكان محدودة، قابعة في جهنم البعد والهجر، حتى إذا ما أتاها علم العقل عبر موجات النور سكنت بداخلها لتستلهم معلومات السماء، فتحولت برودة الجهل لبرودة حلم، فتحولت برودة الجهل لبرودة الحلم، وقسوة طبع الاستكبار والمعاندة لتصبح بسكينة التواضع والسلام تنتظر صبرا على مرور زمن وهمي لتستعيد جنتها الأولى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالجنة عرضها السماوات والأرض، وطولها وعي عالم العقل، حيث تعود النفس إلى عالمها، إلى عالم العقل الشامل، بعد أن كانت بشكل بذرة في داخلنا. فنحن بذور شجر السماء نزرع في تربة الأرض، حتى إذا ما تهيأت الشروط الصحيحة لإنتاج البذور صبرنا على عامل الزمن لنخرج الحب حبا كدر مكنون، وكذلك في الأفلاك والمجرات والأكوان يتم خلق آخر من خلق العقل الشامل الذي كنا على صورته إن أحسننا التناغم بإيمان قلبي وحب لا مشروط يغذي رشيم الحياة فينا لينمو ويصبح بجنة العليين. وهل دار ما في الأفلاك بغير تجاذب الحب الحقيقي؟ وهل كان هناك وجود لروح الحياة بدون تجاذب الحب بداخلنا؟ فمن تجاوب مع صدى همس الحق فيه وتغذى بقوة النور وماء الحقائق فقد سما وسما ليلامس
أعتاب الجنان هنا والآن. ولم يكن صبر النبي أيوب عليه السلام إلا مثالا يحتذى ليمر زمن يقصر أو يطول، لينبت منا خير محصول، لعلنا نستعيد إرثنا السماوي ونصبح مع الذين هدى المولى في جنة العرفان. نستعيد أنفاسنا من جديد شهيد، منحس بوجودنا ومنحس بوجود بذري على شكل رشيم بداخلنا. كل ما عم نتنفس عم نغذي شعور الكائن الحي بداخلنا بكل زفير، عم نتوسع من جديد وهكذا تمضي بنا الحياة مرة بوعي داخلي وعرفان روحي مسؤول من خلاله الأعلى عليين، ومرة نقزم وعينا السامي بحدود كائن بشري يموت فنهبط للدرك الأسفل حيث أرض الأمر. ناخذ شهيد وكأننا نأخذ أنفاس الحياة من عين نور الحقيقة من جديد، نغذي رشيم الحياة، نعقد العزم على أن نرى إسقاطات هذه الحقائق السامية على واقعنا المعاش، فندرك أن شكل الشيفولينجم البيضوي الذي يأخذ شكل حجر متصلب هو بحقيقته كائن روحي إذا ما نظرناه بعين الروح، ويصبح مجرد حجر إذا ما نظرنا إليه بعين الجسد. فنحن من نختار؟ نأخذ شهيق، نستعيد وعينا الحسي، ننوي بعد دقيقة من الآن على فتح العيون لننظر لعالم الأشياء بعد أن تزودنا من قوة روح الأشياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.